النهارده عربيه المفروشات وجبت لكم بقى حاجات في منتهى الشياكه زي ما انتم شايفين كده، وكمان الحمد لله كل الشغل اترص الحمد لله وبقت حاجه زي الفل. وعايزه اقول لكم ان كل الموديلات حلوه قوي عندكم، المفارش السوفت جبت لكم اشكال حلوه قوي، جبت لكم الكوفرتات اللي بالملايات وجبت لكم كوفرتات سلمى باشكال كتير زي ما انتم شايفين كده، جبت لكم شغل حلو قوي في منتهى الشياكه. كوفرتات الاطفال برده شايفين الاشكال تحفه تحفه، وعايزه اقول لكم ان كمان الخامات حلوه قوي قوي والاسعار برده حلوه جدا. شايفين جمال الشغل، وكمان الحمد لله الشغل كله ترص، شايفين جمال، شوف الشغل كله حلو ازاي. عايزه اقول لكم كمان حبه الملايات برده تحفه، وشغل الملايات كله حلو قوي قوي والخامات خطيره، شايفين الجمال. بصوا الطقم دوت اصلا عامل ازاي خطير، بصوا برده الطقم ده ولا الطقم ده تحفه، ده اتنين لون في بعض حلو قوي، وطقم الريشه بصوا الطقم ده برده، كل الاطقم اللي وصلت اصلا خطيره وهاديه جدا وفي منتهى الشياكه. بصوا الجمال، شايفين الحلاوه، حاجه كده في منتهى الشياكه. بصوا الجمال، شايفين كل الاطقم يا جماعه اشكال وخامات والوان واسعار كمان. عايزه اقول لكم ان كل حاجه وكل موديل يعني نقيته كده حته حته. تعالوا بقى ندخلوا على قسم الفوط، لان انا طبعا عندي كل حاجه قسم، يعني الفوط لها قسم، الملايات لها قسم، عندكم الكوفرتات والحاجات دي كلها لها قسم، وعندكم برده اللحافه لها قسم. بصوا بقى الفوط بقى وجمال الفوط وحلاوه الفوط. بصوا ده الخرجاوي يا جماعه، فوط الخرجاوي خطيره، دي بامبو برده خطيره برده، والخامه بتاعتها حلوه قوي سيجما ديت. بصوا يا جماعه الجمال، شايفين الالوان، السروجي طبعا اللي لا يعلى عليه برده، بس انا الحمد لله عندي حاجات كتير تشبه السروجي وتعتبر نفس الخامات بتاعه السروجي بالظبط، اصلا براندات برده تبقى معروفه. بصوا الجمال، شايفين الشياكه، شايفين. عايزه اقول لكم ان العرض بتاع الفوط بتاعت الفوط العرايس ب 2400 جنيه لسه مستمر معانا ولسه شغال معانا. دي فوط العلياء، بصوا الجمال، كيان، كلها براندات يا جماعه معروفه، كلها حاجات معروفه، انا مش بجيب لكم في الشغل اي حاجه نهائي. بصوا الجمال، شايفين الالوان بتاعت الفوط والاختلاف، فوط سيجما طبعا خطيره، بصوا عامله ازاي بقى، شغل بشوجوبير، شغل ساده، كل حاجه هتلاقيها، كل حاجه هتلاقيها موجوده. بصوا الفوط دي جميله قوي بتاعت باريس اللي فيها القلوب دي، شايفه عامله ازاي، وغزال كده حلوه قوي والوانها برده حلوه قوي، بصوا عامله ازاي تحفه تحفه، شايفين الجمال، شايفين الالوان. وزي ما انا قلت لكم ان العرض مستمر معانا بتاع فوط العرايس، مستمر العرض ب 2400 جنيه يا جماعه لسه شغال معانا. دي الست فوط، بصوا الله الفوط دي بتاعت الحسن والحسين، شايفين الجمال، بص الحلاوه، عروسه كده بقى. وعايزه اقول لكم ان ده شغل بارز في يونكات والحاجات ديت، شغل بارز فيها، بص الشغل بتاع كوتون تاكس ولا تكس، بصوا عامل ازاي تحفه، جميل جدا. بصوا الشياكه، شايفين الحلاوه، خطير خطير خطير، الشغل كله شياكه يا جماعه، الشغل كله حلو جدا. الاهرام برده فوط الاهرام خطير يا جماعه، في عندك الساده، في عندك منه اللي هو التطريز منه، فيه عندك اشكال كتير جدا. تعالى بقى ندخل على قسم بقى اللحفه دلوقتي ونشوف تشكيله اللحفه الجديده اللي جات لنا عامله ازاي. بصوا الجمال، شايفين اللحفه والشياكه بتاعه اللحفه، حاجات خطيره يا جماعه في منتهى الشكل، بصوا عامله ازاي تحفه. بصوا عندي منها الالوان، كل موديل جه عندي بالالوان بتاعته، كل موديل بالالوان، وكلها يا جماعه خامات واللحفه محترمه، والاسعار اوعوا تنسوا ان الاسعار عندنا اقل من اي مكان، احنا اسعارنا اختلاف، وكمان الذوق والرقه وكل حاجه، كل دوت هتلاقوه عند مين؟ عند شوار ستور وبس. شايفين الجمال، بصوا اللحفه ديت، دي البطاطين بتاعت الاطفال برده وصلت يا جماعه، اهي اتنين بطاطين اهي بتاعت الاطفال اللي هي اللوب التركي وصلت برده، ودي البطاطين اللي هي بالكلوات، شايفين عامله ازاي تحفه، شايفين الشغل كله خطير، بس شغل اللحافه كله حلو في منتهى الشياكه.